صبر الناس ويصب البلديه كامل. تدخل ست سيارات اسعاف وفرقتين اللي كيشتغلوا على العمق 14 متر. الوقت هذاك المحرك ديجاجا دي غاز بريلي. ايوا الغاز اكسترامون توكسيك. ايوا سي لو سي او. لو سي او هذا كيعود على كونسونطراسيون دو 1% يقتل في ان كار دو 10% يقتل فوريا. وهو لا كونسونطراسيون تاعو كيخدم المحرك ومشى ثم في وسط ان ميليو كلو ان ميليو نو ايري. ثم لا كونسونطراسيون فات 40% مجرد اللي يستنش كيطيح ثم. هكذا صرات هبطوا ينقذوا الاول طاح اللي راح ينقذوا طاح زاد الحق ثالث وتوالات كان عمهم كان راح يحكمهم ما قدرش يحكمهم. نختار عند رب سبحانه ان يصبرهم ويرزقهم الصبر والسلوان. امين. وان شاء الله الناس كامل على بال الجزائر سمعت كل مزرين معهم وكل ضامنين معهم. تدخلت مصالح الحمايه المدنيه لولايه سطيف بعد ظهر اليوم لحادث في بئر بقرية العمارة بلدية معاوية شمال شرق سطيف. الحادث تسبب بكل أسف في حصيلة نهائية إلى وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة تتراوع أعمارهم بين 23 و 56 سنة. سبب المرجح للوفاة هو استنشاق غازات الاحتراق السامة التي كان تطرحها مضخة ذات محرك حراري تشتغل بالبنزين موجودة في جوف البئر على عمق حوالي 15 متر.